بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنحل مجموعة أمثلة من الشيت اللي موجودة عندنا على الـ Equilibrium of Rigid Body. بس أنت لازم تفهم في الأول إن أنت يعني إيه كلمة Rigid Body. Rigid Body يعني الجسم الجسر أو الجسم الصلب. الفكرة إن إحنا قبل كده كنا بنتعامل مع الأجسام دي على إنها خط أو على إنها بارتيكل، أو بمعنى صح إن إحنا بنهمل الحجم الفعلي بتاعها وبنهمل وزنها. انما في الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، فانت على سبيل المثال لو انت بصيت على المساله اللي بتقول لك ان انت عندك بيم بالشكل ده كده، البيم ده من هنا في حاجه اسمها هنا فيكسد سبورت، وفي ان في قوه هنا بتاثر في الاتجاه ده مقدارها 4 كيلو نيوتن، وقوه تانية بتاثر في النقطه دي مقدارها 6 كيلو نيوتن. وهو بيقول لك هات لي الرياكشنز عند الفيكسد سبورت ده. فاحنا دلوقتي هنناقش نقطتين قبل ما نحل المساله دي، ان ده عباره عن ريجيد بودي. يعني ايه ريجيد بودي؟ يعني هو هنا ما ذكرليش وما قاليش الوزن بتاعه عباره عن كام. بس انا لو قال لي الوزن بتاعه عباره عن كام، فانا هدور على نقطه هناخدها بعد كده هنعرف ازاي احنا نجيبها، اسمها السنترويد، وببدا ان انا ارسم الفري بودي دايجرام. يعني ايه؟ يعني باخد الجسم ده بره بحجمه كده زي ما هو، وبعزله عن القوه المؤثره عليه. يعني باخده كده زي ما هو بشكله كده، اهو 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 كده. انا خدت الجسم ده عزلته، خليته فري ايزوليتد، عشان كده اسمه فري بودي دايجرام. طيب بعد كده انا ابدا احط القوه اللي موجوده عليه. طيب انا ليه هنا قلت على دوت ريجيد بودي، ما قلتش عليه بارتيكل، او ما قلتش عليه خط زي ما كنا بنرسمه زمان؟ كنا بنرسمه كده خط. بس هنا انا لازم اعمل حساب السيكنس دوت، واعمل حساب السيكنس دوت، السمك بتاع البيم ده والسمك بتاع البيم ده. البيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن زي ما يكون كده عمود زي دراعي ده كده، والعمود ده بيبقى عليه من هنا حمل ويبقى عليه من هنا حمل. على سبيل المثال مثلا لو انت بتتكلم على ان انت عندك الاكس بتاع العربيه، او ان العربيه من ورا لو انا جيت بصيت عليها من فوق كده، فهلاقي ان في هنا اكس عليه عجل وفي هنا اكس عليه عجل. فانا لما باجي اشيل الاكس ده كانه هو البيم ده، وابدا اقول مثلا ان هو بالنص كده، فابدا اقول ان هنا وزن العربيه هيبدا ياثر اسمه 6 كيلو نيوتن، وابدا اقول الناحيه الثانيه عندي في عجله 4 كيلو نيوتن. وطبعا المفروض الاكس ده بيدور جوه العربيه عندي بيدور. طيب افرض انا في ابلكيشن تاني، او الشغل بتاعنا هنا اسمه ستاتكس، انا مش عايز دوران، انا مش عايز حركه، انا عايز مثلا دوت هنا هبدا احط خزان، او هبدا هنا اشد حاجه، او اخلي الشغل بتاعي او الجسم بتاعي ستاتيك ثابت ما بيحصلوش اي حاجه. فانت هنا بيظهر حاجه عندك اسمها الرياكشن، وده اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده. قلنا ان انت وانت واقف على الارض انت ثابت، الارض بترد عليك برياكشن. طيب وانت ايكوليبريم اهو ما بتتحركش، عشان الارض بترد عليك برياكشن. طيب انت لو جيت تتحرك يمين هتعرف تتحرك يمين، طب لو جيت تدور حوالين نفسك كده تعمل دوران كده هتعرف تدور، انما لو جيت تنزل لتحت مش هتعرف، الارض هترد عليك برياكشن. الرياكشن عندنا متقسم ثلاث حاجات. النوع الاولاني حاجه اسمها رولر رياكشن، والنوع الثاني حاجه اسمها بين رياكشن، والنوع الثالث حاجه اسمها فيكسد رياكشن. ودول الثلاث رموز بتاعته. الرولر ده زي ما انا بالظبط بكلمك ان انا رجلي دي بترول على الارض، او عباره عن عجل، رجلي دي عباره عن عجل، فانا ببدا اتحرك لقدام واتحرك لورا والف زي ما انا اهو. انا ماسك الورقه دي حاططها هنا كده، حاططها على الديسك ده. لو انا ماسكها وحاططها على الديسك ده كده، انا حاططها كده اهو على الديسك ده. لو انا جيت حركتها هنا كده هتروح معايا، لو انا جيت دورتها كده هتدور معايا، لو انا جيت نزلتها لتحت مش هتدور. يبقى ده اسمه الرولر رياكشن، بيرد برد فعل كده بس من تحت لفوق، بيمنع الحركه. يعني زي ما قلنا رد الفعل في اتجاه منع الحركه، يعني انت بتزق لتحت يبقى منع حركه، يبقى رد الفعل لفوق. الرولر ده زي عباره عن ان انا عملت ايه بقى؟ ان انا جبت الورقه دي كده
الورقه دي، قمت عملت فيها ايه؟ خرمت فيها خرم، خرمت فيها خرم كده في الورقه دي، ودخلت القلم ده جواه، وفضلت ماسك القلم من هنا، فضلت ماسكه من هنا. لو انا جيت الورقه دي جيت حركتها كده، القلم ده داخل جوه الورقه فمش هتتحرك لان انا ماسكه. طيب لو جيت حركتها لتحت برضو مش هتتحرك لان انا ماسك القلم والقلم جوه الورقه، يبقى ده بيتقال عليه. طب لو انا جيت دورتها كده هتدور اهي، بتدور اهي حوالين حوالين القلم اللي هو داخل جوه الورقه، فده اسمه بين رياكشن، بيعمل رد فعل زي ما انا ماسكه كده، بيعمل رد فعل يمين وشمال، وبيعمل رد فعل فوق وتحت في اتجاهين بس. يبقى انا بتكلم هو هنا، انا بتكلم على الاناليسيس بتاعتي في المنطقه دي، بتكلم على ال2 دي لسه ما خدتش في ال3 دي. يبقى ده بيعمل عندي رد فعل كده، وبيعمل عندي رد فعل كده يمين او شمال على حسب احطه يمين احطه شمال، ويطلع لي باشاره سالبه هعكس الاتجاه بتاعه. يبقى ده اسمه البن، اللي هو انا دي اسمها بنايه بدخلها كده، دي اسمها بنايه فعلا في الحقيقه، وبخليها دوران كده زي بالظبط مثلا ايه زي بالظبط لو انت بتتكلم على سبيل المثال مثلا الدرف بتاعت الدواليب دي. لو انا بتكلم على ظرفة الدولاب ده، فظرفة الدولاب ده بتدور كده، يبقى دي اسمها بناية، في هنا بناية كده مسمار ماسك من تحت لفوق بيدور كده. طب لو انا مسكت الدولاب ده وحركته كده مش هيتحرك، لو جيت حاولت ارفعه وانزله مش هيتحرك برضه. يبقى في رد فعل في اتجاهين بس، اتجاه الاكس والاتجاه الخاص بالوار، انما مفيش رد فعل في الدوران لان انا الدولاب بيدور، الورقه بتلف حوالين البيبي. طيب الحاجه الاخيره اسمها الكانديليفر او اسمها الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت دي بتعمل ايه بقى؟ بتمنع الحركه في كل الاتجاهات، فيكسد ما بتعملش اي حاجه. بمعنى ان انا هنا مثلا لو انا جيت هنا الورقه دي عملت ايه؟ قفلت عليها كده، مسكتها كده، جيت انت تحركها تدورها مش هتدور، جيت تحركها يمين شمال مش هتتحرك، هتفضل زي ما هي فيكسد، ما بتتحركش ولا بتدور حوالين اي حته فيه، فيكسد ثابته. يبقى ده بيعمل لي رد فعل اكس وواي، وبيعمل لي مومنت، ليه بيعمل لي مومنت؟ بيعمل لي كابل، لان انا لو جيت هنا حاولت ادور الورقه في الاتجاه ده كده، ده لو انا حاولت ادور الورقه في الاتجاه ده الورقه مش هتدور. ليه؟ لان الناحيه دي بتخلي الورقه صابع اللي من تحت ده ماسكها من هنا فبيأثر عليها بفورس من هنا، وصابع ده ماسكها من هنا فبيأثر عليها بفورس كده، فهما الاثنين عاملين عليها كابل. انا جيت عايز ادورها كده، مش هتدور. ليه؟ لان صابع اللي من تحت ده ماسكها عامل عليها فورس لتحت، وصابع ده عامل عليها فورس لفوق كده، فبالتالي عامل عليها كابل، كابل اهو كده، اهي واحده اهي والتانيه اهي كابل في عكس اتجاه الدوران اللي انا عايز ادورها فيه. فهتلاقي ان بيحصل ايه؟ ان الورقه مش هتدور، انت بتعمل عليها فورس على بعد ذراع معين فبتعمل مومنت، هي بترد عليك بكابل، الكابل ده اللي هو المومنت دوت، فبيخليها ما تدورش. بفضل انا في فورس من هنا ماسكها كده، وفي فورس ماسكها من هنا كده. طيب يبقى انا هنا عندي المساله دي بتقول ان انا عندي فيكسد سبورت والفورسز دي، وبيطلب مني ان انا اجيب الرياكشنات. اول ما انا ابص على المساله بتاعتي اللي بيقول لي فيكسد سبورت، يبقى انا اجي عند مكان السبورت هنا وارسم رد فعل في اتجاه اي واي سميه اي واي زي ما قلنا، ورد فعل في اتجاه اكس سميه اكس، ومومنت حوالين النقطه دي اسميه مومنت مثلا او، اسمي النقطه دي او، وبعد كده اقوم حاطط الفورسز بتاعتي زي ما طبعا بحطها، بحللها في اتجاه الاكس وبحللها في اتجاه الواي في مكانها، يعني النقطه دي هنا اقوم قايل هنا كده 6 كيلو نيوتن، النقطه دي هنا اقوم قايل ان انا عندي في فورس هنا اسمها 4 كيلو نيوتن في الزاويه دي اللي هي عندي هنا كانت 30 درجه، فاقوم 4 كوزاين 30، وتحت كده 4 ساين 30. يبقى ده في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي في مكانها، يعني مش ما نزلش دي تحت، لا احطها في مكانها عشان اشوف بعد كده هتعمل لي مومنت ولا لا. اقوم قايل القوانين بتاعتي، الجسم ده اندر ايكوليبريم، اقوم قايل كده اهو ريجيد بودي اندر
equilibrium. بالتالي سيجمال فورس في اتجاه الاكس بتساوي صفر، وحدد الاتجاه الموجب للاكس بتاعتي ان هي يمين او شمال بدماغي، واقوم باصص على الفري بودي ديجرام، احط الموجب يمين واللي بالسالب ناحيه الشمال. الاي اكس هنا عندي بالموجب يبقى اي اكس، افضل ماشي ماشي ماشي، ما عنديش هنا اي اكس، ماشي ماشي ماشي، عندي القوه دي بالموجب برضو، يبقى زائد 4 كوزاين 30 بتساوي صفر. يبقى هنا انا جبت الاي اكس بتساوي سالب 4 كوزاين 30، وما ننساش الوحده كيلو نيوتن. وطبعا انا مش محتاج احدد الاتجاه، لان انا هنا قايل موجب قايل سالب، وهنا قايل الاتجاه الموجب اهو. كده انا تمام، كده انا جبت الاي اكس. طيب المرحله اللي بعديها ابدا اقول سيجما الفورس في اتجاه الواي بتساوي صفر، واحدد الاتجاه الموجب للواي ان هو لفوق، واقوم قايل ان انا عندي اي واي، اجي هنا اهو اي واي، امشي حته حته ناقص 6 دي لتحت، وانا الاتجاه الموجب لفوق. اكمل 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 اكمل، الاقي ان انا عندي 4 والاربعة دي لتحت، يبقى انا عندي برضو سالب 4 ساين 30 بيساوي صفر. وهنا اقدر اجيب اقول ان الاي واي بيساوي 6 زائد 4 ساين 30 كيلو نيوتن. كده انا جبت الاي واي. طبعا المشكله اللي بتواجهنا هي المومنت. المومنت نركز جدا واحنا بنجيب، انا اقول هنا سيجما المومنت اباوت او بيساوي صفر، وما هي الاتجاه الموجب بتاعي اهو مثلا. وطبعا انا بحدد نقطه وبشتغل عليها، اي نقطه على الجسم اشتغل عليها، سواء عند الرياكشن او مش عند الرياكشن، بس انا بختار النقطه اللي عند الرياكشن عشان تطير الفورسز بتاعت الرياكشن، لان طول ما اللاين اوف اكشن بتاع الفورس خط تاثير القوه بيمر بالنقطه، عمره ما هيدورها، عمره ما هيدور الجسم حوالين النقطه دي. لو انا القوه هي القلم اهو، الفورس بتاثر هنا على الورقه دي اهي كده، عمر ما الورقه هتدور حوالين النقطه دي، عشان تدور حوالين النقطه دي هتدور كده. فازاي يعني انا باثر كده والاقي الورقه تدور كده؟ لا، انا اثر تحت والاقي الورقه تدور حوالين النقطه اللي انا بتكلم عليها دي. فبالتالي في مسافه عموديه ما بين اللاين اوف اكشن دراعي بتاع القوه وما بين النقطه اللي انا عايز الجسم يدور حواليها كده كده. عشان كده بختار النقطه دي، عشان الاي اكس والاي واي يطيروا، وابدا احط عندي هنا المومنت انا عامله في الاتجاه ده، وانا ده الاتجاه الموجب، يبقى اقول سالب ام او، لان انا فرضه في الاتجاه ده، بس انا قايل الاتجاه الموجب كده، يبقى سالب ام او. السته هتعملي مومنت في الاتجاه ده عباره عن الاتجاه الموجب بتاعي، يبقى سته، واشوف المسافه من هنا لهنا، المسافه العموديه، اشوف الخط، اخد خط عمودي على اللاين اوف اكشن بتاع القوه واوصل للنقطه اللي انا عندها دي، الخط ده خط القوة، اخد خط عمودي لحد النقطة، لحد النقطة من ال من 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 تقاطع، من تقاطع خط تأثير القوة مع الجسم لحد النقطة اللي انا عايز اجيب المومنت حواليه، ويكون الخط ده عمودي على اللاين اوف اكشن او خط تأثير القوة بتاعتي. دي مهمة جدا. المسافة دي عندي موجودة بواحد ونص متر، افضل ماشي 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 ماشي، الاقي هنا قوتين برضو، اعمل نفس الكلام تاني، اشوف نقطة تقاطع خط القوة مع الجسم، الاتنين يتقاطعوا في النقطة دي، اقوم واخد لكل واحدة من دول خط عمودي على اللاين اوف اكشن بتاع القوة يوصل لي نقطة او. حلو، اللاين اوف اكشن بتاع القوة دي هو ده، يبقى الرأس اللي تحت، يبقى الخط الافقي هيبقى عبارة عن او المسافه العموديه على الخط الراسي هو الخط الافقي، يعني هاخد مسافه كده 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 لحد ما اوصل للبوينت بتاعتي اللي هي او اهي كده، بوينت او اهي، يبقى ده الخط بتاعي. يبقى تاني نقطه تقاطع القوه مع الجسم، اقوم واخد منها خط عمودي لحد ما اقابل نقطه او، سواء فوق سواء تحت، يعني لحد ما اوصل للمستوى بتاعها، سواء وصلت عندها او يعني ايه وصلت بمسافه كده عنها. يبقى المسافه اللي انا هتعامل بيها مع ال 4 كيلو نيوتن، مع ال 4 ساين دي هتعمل لي مومنت في الاتجاه ده، مومنت هيبقى موجب، يبقى موجب 4 ساين 30. طيب الذراع برضو الخط اللي انا خدته ده اقعد اقيس بقى طوله من اول هنا لحد هنا، هيديني كام؟
هيديني تقريبا 3 زائد 1.5 كوزاين 30، لان الحته دي طولها 1.5 ودي 1.5 ودي 1.5. تاني بقى القوه دي نقطه تقاطعها مع الجسم اهي، يبقى خط عمودي على خط القوه اهي، خط القوه ماشي كده افقي، خط عمودي عليه يبقى خط الراس، يبقى اقوم نازل 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 لحد ما اوصل لنقطه او اهو، لحد ما اوصل لحته يعني ايه اخد من او عمودي كده يوصلني للتقاطع ده، مش هفضل نازل 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 نازل. طب انا وصلت لفين تحت؟ لا، اول ما انزل كده وانزل تحت كده واقعد ابص يمين وشمال، ابص يمين وشمال، ابص يمين الخط وشمال الخط، اول ما ابص على نقطه او يمينه او شماله اقف، زي ما انا ماشي هنا، انا ماشي كده 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 عمودي على الخط ده، ده خط القوه اهو، وده نقطه التقاطع، او ماشي بخط عمودي 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 على القوه دي، عمودي عمودي، واقعد ابص يمين وابص شمال وانا ماشي، يمين يمين ماشي ماشي ماشي، يمين وشمال يمين وشمال، اول ما الاقي نقطه او اللي انا باخد المومنت حواليها اقوم واقف واقيس طول الخط اللي انا مشيت بيه ده، نفس الكلام انا ماشي كده 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 ماشي، ببص يمين وشمال يمين وشمال، اول ما الاقي نقطه او على يميني او شمالي اقوم واقف واقيس طول الخط ده، يبقى ده ذراع العزم بتاع ايه؟ بتاع القوه اللي الخط عملها عمودي على الخط اللي انا ماشي بيه ده، اللي هو القوه دي، القوه دي عمودي عليها الخط ده، بص يمين وشمال لحد ما قابلت نقطه او. دي هتعمل لي مومنت كده، وانا بالموجب كده يبقى انا عندي موجب 4 كوزاين 30، وطول الخط العمودي على ال 4 كوزاين 30 دي العمودي عليها اهو عباره عن الارتفاع ده اللي هو 1.5 ساين 30. كل ده طبعا بيساوي صفر، انا كده خلصت من المعادله دي، اقدر انا اجيب المومنت حوالين نقطه او، يبقى انا كده جبت التلات رياكشنات بتاعت الفيكسد سبورت ده لو انا بتكلم على 2 دي حوالين نقطه او، او بتاع نقطه السبورت الفيكسد اللي هو بيمنع لي حركه في اكس وفي واي وفي زد. مهم جدا موضوع بتاع ذراع العزم اللي انا بتعامل معاه، خط القوه اقطع الجسم دي اول خطوه، وقفت على النقطه كده بالقلم او ماشي عمودي على خط القوه، خط القوه تحت او ماشي كده 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 كده، بص يمين وشمال يمين وشمال يمين وشمال كده وكده كده وكده كده وكده، اول ما الاقي نقطه او اقف واقيس طول الخط ده، يبقى هو ده ذراع العزم بتاع القوه اللي انا ماشي عمودي عليه.